عجه البطاطس، حلوه جدا سهله جدا، تنفع زي ما قلنا فطار مميز بقى، غدا تنفع، عشاء، فمش هتقول لنا لا خالص. ومقاديرها وطريقتها كمان سهله جدا. يلا نشوف المقادير. عندنا نص كيلو من البطاطس متقطعه مكعبات صغيره خالص، وده افضل علشان تستوي معانا اسرع. عندنا كوبايه من الفلفل الالوان متقطعه مكعبات صغيره، كوبايه بقدونس مفروم، 2 طماطم متقطعه برده مكعبات صغيره، 7 بيضات، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقتين كبار زبده وزيت، رشه كمون وملح وفلفل اسود. بس كده، دي المقادير. بس هنا في حاجه، انت لو حابه تضيفي اي نوع من الخضار انت حباه تقدري تضيفيه، بس لو خضار هيحتاج وقت للتسويه فيفضل انت تشوحيه بعد البطاطس علشان يبقى دخل في السوى، عشان لما نحطه في الطاجن هو مش هيقعد كتير في الفرن، فلو خضار بياخد وقت على النار لازم نشوحه مع البطاطس. بس كده، يلا بينا. ادي الزبده هنحطها، ونحط معاها معلقتين زيت، ونبتدي نشوح البطاطس بتاعتنا. بسم الله. احنا عاملين العجة النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومش هتحتاج اي حاجه. تقدري زي ما قلنا في العجه تضيفي ممكن قرنبيط متقطع صغير جدا، ممكن كمان جزر، ممكن كوسه، زي ما تحبي تضيفي للولاد في العجه عشان ياكلوه، ضيفي مفيش مشكله خالص. هنبتدي نشوح مكعبات البطاطس الصغيره، وهي بتتشوح هتبلها بشويه ملح وفلفل. وهي بتتشوح كده هناخد معانا ام نادين. ازيك يا ام نادين؟ الو. ايوه، ازيك يا شيف فاطمه؟ اهلا وسهلا، ازيك حبيبتي، اخبارك؟ الحمد لله كويس. عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، الحمد لله. انا بحب المطبخ بس حضرتك حببتيني فيه اكتر. حبيبتي تسلمي لي، ده من ذوقك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يعزك يا قلبي. لو سمحتي عايزه اسالك بس سؤال. اتفضلي. انا بعمل البيجيتور بس بينشف مني مش عارفه ليه. يبقى ناقصه زبده، المقدار ناقص زبده. الو، انت بتحطي قد ايه مثلا لنص كيلو دي؟ قد ايه زبده؟ الو. انا بحط على 3 كوبايات دقيق، بحط عليهم كوبايه ونص زبده. لا بصي، في اعتبارك دايما كده نص كيلو دقيق ياخد ربع كيلو زبده علشان يطلع معاكي بيتي فور ناعم جدا، تمام؟ وحطي صفار بيض بس، بلاش البياض، صفار البيض بيخليه ناعم اكتر، تمام؟ تمام تمام يا قلبي، نورتيني. ممكن نادين تكلمك؟ اه طبعا. الو. اهلا، ازيك يا نادين، عامله ايه؟ الو. الو يا نادين، الحمد لله، اخبارك؟ الو. ايوه يا حبيبتي سامعاني؟ الحمد لله. عامله ايه؟ انتي في سنه كام؟ الحمد لله. الحمد لله يا قلبي. كيجي تو. حبيبتي ربنا يكرمك يا رب. خدتي الاجازه ولا لسه؟ لسه. طب يلا على البركه ان شاء الله، واجازه سعيده. نورتيني يا نادين. البطاطس شكلها جميل جدا، خلاص هي كده قربت تدخل في السوى وده المطلوب، تمام. حطينا البيض بتاعنا في بولة علشان نبتدي نعمل العجة. حطينا البيض، هحط عليه شوية ملح على قد الكمية وفلفل، وعندنا كمان كمون والبيكنج باودر، دي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهضربهم بالمضرب مع بعض. كل ده البطاطس عندنا بتتشوح، وهنخلي بالنا منها كل شوية بنقلبها.
تمام جدا. خفقنا البيض مع الملح والفلفل والكمون والبيكنج باودر، وادي البطاطس خلاص كده، ده اللي انا محتاجاه، هي دخلت في السوى. ومعانا هايدي. ازيك يا هايدي؟ عامله ايه؟ السلام عليكم. ازيك يا شيف؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هايدي؟ اخبارك؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا روح قلبي، وانت طيبه يا رب. انا بحب حضرتك جدا حبيبتي، تسلميلي. اتفضلي يا قلبي. عايزه طريقه البط بالفطار. عينيا. حاضر. عينيا الاثنين. ناوي اعمله اصلا قريب. شكرا. ماشي يا قلبي، نورتيني نورتيني. سمع وقت. طيب احنا بعد ما البطاطس اتحمرت حطينا عليها الخضار بتاعنا علشان يبردها، ما ينفعش احط البطاطس وهي سخنه كده على البيض، علشان لو نزلت عليه سخنه كده هتخليه يعمل بقى فتافيت مستويه كده، فاحنا بنحاول نبردها بالخضار اللي عندنا. حطينا ايه؟ حطينا 2 طماطم متقطعه مكعبات، حطينا كمان كوبايه من الفلفل الالوان، ويدي بقدونس مفروم. نقلب بقى كله مع بعضه علشان يبردولي شويه البطاطس عشان ما تنزلش تسوي البيض. هبتدي اجيب بقى قالب فرن. منظر الخضار لوحده حلو جدا. يلا نجيب بقى قالب فرن. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل الخضار بتاعنا. حاطين توابلنا، حاطين الملح والفلفل سواء في البطاطس او في البيض، فكله هيبقى متبل وزي الفل. يلا بينا بقى ننزل البيض. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180 وكأني بعمل كيك. تمام كده. نحاول نوزع البيض. ومعانا نادية. ازيك يا نادية؟ عاملة ايه؟ الو. ازيك يا استاذه فاطمه؟ اهلا وسهلا. ازيك حبيبتي؟ اخبارك؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا بستنى كل يوم البرنامج بتاعك وبقالي اسبوع عشان عايزه اكلم حضرتك. يا حبيبه قلبي انت تنوريني في اي وقت والله. انا بحبك قوي 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 قوي. انا من السادات حضرتك. من السادات؟ مدينه السادات؟ انا من المنوفيه بس انا قاعده هنا في السادات يا حبيبتي. حبيبتي منوراني، تسلمي لي. إيه ويسلم لي كل اهل المنوفيه والله. الله يخليك يا فاطمه، واكلك كله جميل حبيبتي. احلى شيف على بانوراما فود. حبيبتي ربنا يخليك يا رب، ما تحرمش منك ابدا. الله يخليك يا حبيبتي. لو سمحتي انا عايزه اعرف طريقه شوربه السيفود، بس تقولها لي دلوقتي لو سمحتي خطوه بخطوه، وهعملها باللبن مش بالكريم. طيب حاضر يا روحي. عيني. حاضر. ماشي يا حبيبتي. نورتيني يا روحي. حط بس العجه ونشوف. نقول شوربه السيفود انا غطيتها علشان يحافظ لي على وش العجه ما تنشفش وهي في الفرن. هحطها على الرف الوسطاني. الاول هنخليها 10 دقايق بس عشان تغلي بسرعه، وبعدين اطلعها على الرف الوسطاني، ولما الاقيها استوت هرفع الغطا واشغل الشوايه تاخد لون من فوق. طلع طاجن العجه يا دوب. بسم الله تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكله روعه جدا، الوان الخضار كمان باينه، تحسيها كده لسه فريش خالص وجميله جدا. زي ما قلنا طاجن ينفع فطار غدا عشاء، هيمشي معاكي في كل حاجه ولذيذ جدا وطعمه حلو.